شوف طاهر، وبالنسبة للنسق اللي تشوف فيه تو في رمضان، نسق معناتها مش نازل الغاد. تعرف احنا حكينا مرة فات في مخصة معناتها الحصص نتاع التدريب، معناتها كل ملاعب اذا حصل تمرينين اثنين في الاسبوع ماكس ثلاثة. ها احنا امس نلعبوا، معناتها اليوم اللي جينا لعبنا امس ما تدربناش، معناتها يعطيك حصة تدريب ساعة، معناتها ساعة واحدة، شكون باش يجيك؟ ما دي ساعة يجيك حتى ملاعب كلهم يقراوا. اثنين عندنا مشكله في معناتها في الحضور نتاع الملاعبيه معناتها في التمرين، فهمت؟ مما ادى الى كشوف معناتها معناتها النسق نتاع المباريات، اهو طلع اهو هبط اهو طلع اهو هبط، ما فهمش ريتم. مش كان احنا لو حتى الفريق المنافس هيك شفته معناتها دونك شو ولا الملاعب يجي يماركي في البريزونس نتاعو، كاس جامعة يقول لك انا بالنسبه لي انا عادي، فهمت؟ فزت به ما فزتش به بالنسبه لي هو عادي، ما فيش معناتها اللي ما فماش اوبجيكتيف اللي هو يلعب عليه، معناتها اللي هو يخليه مثلا ما نعرفش انا كيفاش يخمو، فهمت الملاعبيه؟ دونك بالنسبه لي نحن تقول عندي نصف نهائي، اوكي نصف نهائي ما حكينا فيه نصف نهائي المره اللي فاتت، فهمتني؟ بالنسبه لهم نصف نهائي مش يلعبوا ضد الترجي الرياضي، فريق كبير فريق محترم، احنا زاد كيف كيف حاولوا نحضروا معناتها الماتش نتاعنا بالظروف اللي احنا فيها، فهمت؟ الفريق اليوم ياخذ الاسبقيه، السيناريو تكرر في ثلاثه اشواط، ياخذ الفارق اربع وخمس نقاط وما يعرفش يستحفظ على الفريق. اي شوف طاهر، ماني قلت لك انا راه الملاعب اذا ما يتدربش يغلط برشا، راهو شوف اغلاط فرديه معناتها متكرره ورا بعضها، فهمتني؟ وناخذوا تايم اوت الاول والثاني ونحكيوا في نفس الموضوع، معناتها تقول له راك قاعدين نغلطوا، معناتها الكره الاولى اوكي الثانيه تتاخذ غادي هو يكمل ثلاث اربع نقاط، خاطر الحضور الذهني ما فماش. علاش ما فماش حضور ذهني؟ خاطر مش قاعدين يتدربوا، والملاعب اذا ما يتدربش ما يكونش حاضر يوم المباراه.